السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ انيلا. فيديو تاع اليوم راح نديرو بسكوتشو تقليدي عادي. شوفوا، نسحقو 3 حبات بيض، لا كانوا كبار 3، لا كانوا صغار ديروا 4. فوالا، رشه ملح، لافاني، مبشور ليمون، البرتقال، هادو ولا بد، والسكر. تحبوا تعمروا الكاس ولا ما تعمروش؟ نتوما الحلاوه شحال تحبوا، انا توجور نقص صباع. الوغ 3 ارباع كاس سكر عادي. الزيت درت نص كاس برك، ونسحقو 2 كيسان فارينة معمرين، وكاس ناقص صباع حليب، وباكي ونص خميرة الحلوى. هذا واش نسحقو. نطلعو السكر مع البيض حتى يبيضو بالباتو ولا بالبيتخان. المكون السري اللي راح نزيدو باش تطلع هكذا وتجي خفيفه وغير 3 حبات بيض، وهي مغرفه تاع الخل، راح نزيدوها الافا. مور ما طلع لي البيض مليح مع السكر وبيض، زدت الزيت نص كاس زيت برك، ونزيدو 3 ارباع كاس حليب. ما عندكمش الحليب ديروا الماء، ما عندكمش الماء عندكم حبيتوها بالجو دورانج ديروا جو دورانج، عصير برتقال. كي خلطهم شويه وتخلطو مليح، زدت الفارينه ولا لوفيغ شيميك، قلنا 2 كيسان معمرين مليح فارينه، اللي عندها الميزان دير 300 غرام تحب توزن، وكاس ونص بلوتو كيس ونص خميره الحلوى، ما يعادل 16 غرام، باسكو الباكي فيه 10 غرام، زوج 20، الوغ ديرو نص وخلو شويه فيه. اكدوا بلي فارينا كامل دخلت في الخليط، ومن بعد تيك هنا واش راح نزيد مغرفه خل وكمشه كاوكاو محمص ومرحي. نشوف بلي يجي نديروه. ما تنساوش تخلوا لي ابوني يعني اشتراك، وفعلوا الجرس باش كي نحط فيديو يدخل لكم الاشعار. ديروا لي لايك باش يطلع شويه الفيديو. قناة فريمون راهي متراجعة، وماش حابة نفشل ونحبس ما نزيدش نحط. يلا بنات بلادي فيها دعم. فوالا، شوفوا كيفاش القوام تاع العجينة جا خفيف، يعني ما خفيف ما تقيل بزاف، باسكو الحاجة اللي طيح المسكوتو في الفرن اللي هي كتكون ناقصة فارينة، سورتو كي تكون ناقصه فارينة. هذاك الحله نتاع حلوى ولا قصحه تاني كي تضربها الهواء، داك لو شوك تيرميك، الهواء سخون والهواء البارد كي تلاقاو يطيحوا لك المسكوتشو تاني. ما نقوليش كل دقيقه طلع عليها. جبت مول تاع مسكوتشو كيما عندنا كامل، دهنتو بشويه زبده ورشيتو بالفارينة. فرغي لاباط تاع المسكوتشو في المولا كيك، خبطي 2 خبطات باش يخرج منه الهواء ويجيك شغل كامل كيف كيف، ما تجيكش جهه مايله وجهه هابطه، سقميه مليح. الطياب تاعو كوشه ما شعلتهاش من قبل، راني يعني كي حندير المسكوتشو تاعي في الكوشه باش شعلتها، يعني كانت بارده شعلتها ملتخ على نار متوسطه حتى طلعت وحمرت ودخلت المصبت وخرج ناشف، تما شعلت لها غير شويه من الفوق. ها المسكوتشو بعد ما وجد خليته يبرد شويه، وجيت نطليه بشويه كونفيتور تاع المشمش، وراح نرش عليه شويه كاوكاو وحمص وملحي خشين. تحبوا ديروا باللوزي فيلي، تحبوا ديروا كاوكاو اي فيلي، تحبوا تغلاصيوها بالشوكولا، عندكم لو شوا. تحبوا ديروا نص ما بغي ونص، المهم راكو تعرفوا المسكوتشو كيفاش نقدر نديكوريوه. تقدروا تدخلوا في صفحة تاعي ندير منشور على طريقة تزيين المسكوتشو بطريقة عصرية، كاين بزاف لي فوتو راح تلقاوهم تدو منهم افكار. تانيك اللي راهم يديروا المسكوتشو باش يجوزوا بهم القهوة في العراس، هاد الوصفة تانيك ناجحة، وراكو تشوفوا شحال طلع ويجي هبل. ماذا بكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. فوالا خياتي، وصلنا لفان تاع الفيديو.
بقيكم على خير، تهلاو في روحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.